احكي لي يعني ملابسات الواقعة، كنت موجودة وكان في حالة ويعني لازم ان هي تولد في الوقت ده، عملتي ايه وتواصلتي ازاي وانت في القطر ومعكيش اي ادوات تساعدك على ده؟ والله انا يعني الحمد لله اتحطيت في موقف زي كده، والحمد لله يعني ده كرم من ربنا ان انا قدرت اساعد حد محتاج في حاله طوارئ زي كده. انا كنت موجوده وسمعنا صوت حد بيتألم بصوت عالي وبتصوت وكده، وألامت الولاده الجامده، فتوجهت ناحيتها وقلت لهم انا طبيبه وهفحصها وكده. طبعا السيدات حوالينا ساعدوني وكده ان احنا نعمل مكان يناسب ان انا اقدر افحصها فحص النساء، تمام. وفحصتها لقيتها خلاص فعلا يعني خلاص يعني فاضل وقت بسيط وتولد. يعني عرفت كانش في السيدات اللي إمكانية، حواليا، ما كانش في إمكانية إن تنتظر لحد ما توصل مثلا المكان لا اللي هي لا لا خالص. ما كانش في امكانيه، كان خلاص يعني كانت على وشك الولاده. تمام. انت عملتي ازاي بقى وزي ما بنقول يعني تمام، يعني انتوا حاولتوا تلاقوا مكان ويكون السيدات كلها محاطة بالسيدة اللي ولدت، بس انت تعاملتي ازاي من غير ادوات او ايه اللي استخدمتيه وانت في القطر عشان تقدري تقومي بعملية الولادة؟ والله بقدر الامكان حاولنا نعقم الالات اللي احنا استخدمناها. هي كانت استولت، كانت طبيبه وكان معاها كحول ابيض، طبعا هو درجه يعني التعقيم بتاعته مش عاليه بس ده اللي كان متاح يعني. تمام. فعقمنا، كان في مقص معانا عقمناه بالكحول الابيض وقطعت الحبل السري، وكان واحده معاها خيط عشان ربطنا بيه الحبل السري برضو وعقمناه بالكحول وكده. ده يعني حاجة مؤقتة لغاية ما يعني ننزل المحطة والإسعاف أخذها، ولغاية ما توفر أدوات معقمة عشان أقدر أكل بيها الحبل السوري، كليبس السرة وحاجات معقمة. تمام. والإجراءات اللي حضرتك عملتيها لحد ما وصلت كانت تمام، يعني ما حصلش أي مشكلة كانت كفاية إن هي يعني كانت تولد؟ الحالة كانت كويسة وما حصلش نفس، وكان معايا أقراص قابضة للرحم بالمصادفة يعني كانت معايا واديتها لها، والحمد لله الأمور عدت سلام يعني. المولودة بنت ولا ولد؟ بنت، كان سموها ايه بقى؟ كان أصولي سموها على هي اسم. كانت مامتها، المفروض مامتها كانت بتقول انها تسميها ماريا. تمام. طيب بشكرك شكرا جزيلا، وبرضه نموذج محترم دكتورة إيمان شوقي طبيب لأجرة عملية الولادة بقطار القاهرة أسوان، شكرا جزيلا لك.